لا بشمر كمان ولا بفك ساعات. فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولا حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل افتح بقك يالا افتح. الحا يا باشا والله وشربك الحا. الحا ولا بلاحه؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كره صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. استاذ فتحي يا استاذ فتحي. تمام يا فندم. ما برابس الواد ده ينزل كل اللي بطنه وتحرزوا لي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. شوفوا لي سمبيه يا اهلي يا ريت. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوا سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي واحنا قاعدين نسوم بتروح اسم. يا اخويا انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين كمان؟ هي لوقندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. اطمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا. ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا. اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان. بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتمها معاك، وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح. السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام، ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك، بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع في الشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف، مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس وحد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك. بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي تلاش دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. انا عد يا رايق. ماشي يا باشا. نزلك يا باشا. السلام عليكم. عليك السلام.
السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه، جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه يا اما دلوقت؟ خدوه يا حبه عنوه 3 4 ايام وما حدش يعرف عنه حاجه، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيص وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعره من العجينه. والله الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل لك يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه يا بنت؟ ما ترسي كده. هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يقوم لما يشطحوا ينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه للراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي، ولا ايه يا زوزة؟ يا خرابي يا لهوي. بتضحكي يا وليا واخويا مقبوض عليه؟ يا خرابي بتضحكي يا وليا؟ الوليا ده اهي، هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه عشان ده. يا لهوي يا لهوي. أظن أنت اتكلمت كذا مرة وأنا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجة واحدة بس، إنه لا الظرف ولا الوقت مناسب إن أنا أرد على حضرتك. وقت إيه وظرف إيه يا مدام؟ ما تكونيش فاكرة إن أنا بتصل أحب فيكي وأقول لك نرجع لبعض. أنا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز إيه؟ يعني أكون عايز إيه يعني؟ عايز أكلم رامي، ابني، ولا عندك مانع إن شاء الله؟ عشان أأكد لك إنك مش بس زوج فاشل، أنت أب فاشل كمان. أنت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني آدم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده إجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعقيش أنت بصوتك دوت، اللي فكرني بعينك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. أيام أنا. وماله؟ حسابي يجمع يا حلوة. أنت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضه عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه؟ سكتي يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك ان هاجي اخد رامي كمان يومين، يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك. اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه، اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه يعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضه؟ صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تتطوع في الحوار ده يا بيبي؟ بس بمزاجنا مش بحاجه تانية. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمل اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على اسمي. فاكر يعني كان زمان. لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا. لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها. واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه. حرص ولا تخون. بص يا نجمه. اللي زي هيثم ده اصله شبطه. لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر. يقعد ينبح علينا في رايحه ولا جايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعليا يا صاحبي ارمي له حته عظمه يتلاقي فيها ويريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله انا بقى هحلم شويه. ماشي يا عم، الدنيا تعبلك معانا. عيب يا وسخ، ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. عيب يا ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. سلام. سلام يا وليد. وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا نور، واطلعي بره يا بنت الكلب. ايديها عامله زي المرزبه، زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. يا كبدي عليها. بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير واعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش.